ايه؟ على عبد. بقولك ايه؟ انت ايه رايك في الواد فتحي؟ بالنسبة لي يا حاج؟ بالنسبة لشغله يعني؟ هو لسه بيلطش ومصيره هيتعلم. بيلطش. كأن اللي بيعمله ده يعني شغل على الفاضي. ما هو حضرتك اللي سمحت له بكده يا حاج. هو غصب عني. وانا كان لازم اقطعه واخده على قد عقله عشان اخلصه من شغلانه تانيه كنت خايف عليه منها انا وامه. زي ايه؟ مش فاهم. المهم يعني احنا عايزين نفطس له الشغل بتاعه ده لحد ما يقول حق برقبتي ويجيني مسلم ورافع ايده لفوق. نفطس له الشغل؟ بسيطه حاجة. يعني التجار اللي بتعمل معاهم لازم اللي له عنده قرش يطلبه منه وبعدين ما حدش يديله بضاعه جديده. امورنا حاجه تحت امرك. بس اصحار يا ابني، انا مش عايز الحكايه دي تتم مره واحده كده عشان الواد ما يشكش ويحس انه راحت. انا عايزها تتم صرامسي بالراحه واحده واحده لحد ما نخلص عليه. هو مش عنده مخزن بيشيل فيه البضاعه؟ اكيد نقل شغله وبكده نقص قصر يشو. اسم الله عليك، مخك منور يا براي. الو يا حاج بيج، البنت تاني؟ انت مش كنت عندها الشهر اللي فات لحقت توحشك؟ طيب ما هي وحشان انا كمان، بس انا بعرف امسك نفسي. انما انت قلبك الرهيف ده هو اللي مؤخد عيالك علينا. خلاص خلاص روحي لها، بس المهم انها تعرف انك رايحه من ورايا. يا ستي خدي لها معاك اللي انت عايزاه، بلاش وجع دماغ بقى. بقولك ايه، اديها قرشين كويسين من معاكي، بس على الله يا تقبلهم. يلا مع السلامه. ما هي معذوره برضه يا حاج، دي برضه مهما كان بنتها. امال انا اقول ايه بس على نفسي؟ اصل انت مش حاسس بالنار اللي هيت جوايا، بس انا ماسك نفسي. انا مش عايز يبقى في ود بيننا وبينهم، وبعدين رجل الواد جوزها ده تاخد علي هنا ولا سمح الله يشم حاجه كده ولا كده. عمر ما حد يا حاج يشم ريحتنا، احنا بنشتغل على ميه بيضة قوي. اسم الله عليك، انا عارفك كويس يا برهان. خلينا في المهم بقى، انا عايز اتكلم في موضوع الواد فتحي. يعني ايه يا ممدوح بيه؟ مش هتقدر تستنى عليا شويه يا اخي؟ بقول لك مزنوق، وبعدين انا دافع تلت الكمبيالات الشهر اللي فات، انت كمان مزنوق؟ لا الحاج ملوش دعوه بشغلي، الشغل ده يخصني انا لوحدي. عموما ماشي يا ممدوح بيه، انا هحاول ادبر لك مبلغ. شكرا، مع الف سلامه. مالك يا سي فتحي؟ ولا حاجه. ولا حاجه؟ ولا تايه عندك يا اخويا؟ مالك وتتكلم؟ مش عارف ايه اللي قلب عليا اصحاب التوكيلات مره واحده. يعني ايه؟ مش فاهم. كل يوم والتاني الاقي واحد طابب عليا، لا اما اديله فلوس لا اما مش هيديني بضاعه تاني. هو انت ما معكش؟ معايا، بس اللي معايا على قد مصاريف المعرض ومصاريفنا، وشايل قرشين كده عشان لو حصل اي حاجه. المشكله مش في كده، المشكله انهم كانوا شغالين معايا كويس جدا، فجاه اتقلبوا عليا، مش فاهم ليه. يعني انت معكش تسد لهم اي حاجه؟ وحتى لو سددت لهم، لو سددت لواحد مش هقدر اسد للتاني. خلاص يبقى خد فلوس من امك. خدت منها كتير قوي يا ارض. وماله يا اخوي؟ هو انت بتاخد من حد غريب؟ انا مش عايزهم يحسوا ان انا عندي مشاكل في الشغل، لو الحاج عارف ساعتها هيقول لي اقفل المعرض وتعالى اشتغل معايا، وانا مش عايز ابقى تحت رحمته. طبعا يا اخويا عندك حق، امال ناوي تعمل ايه؟ بالشكل ده هضطر اخد سلفيه من البنك. سلفيه؟ خيبتك يا ورده. فتحي فتحي
في ايه ياما؟ في المخزن بتاعك اتسرق يا ابني. ايه؟ ايه؟ المخزن اتسرق. انا كده اتخرب بيت، اتخرب بيت ياما. دي فلوس بنوك، دي فلوس البنك ياما. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود يا فتحي. يا فتحي يا عليم، في ايه يا الصبح؟ المخزن بتاع الواد اتسرق يا حاج. سرق ازاي؟ ما انا حاطط له حراسه. هو انت لسه هتسال؟ اجيب لك عربيه وتحصله. سلام يا حضره الظابط، ده خراب بيوت زي ما انت شايف. المخزن اتقفش، لازم تشوفوا حل في المصيبه دي. اهدى بس يا حاج وخلينا نشوف شغلنا. انت في اي حد شاكك فيه؟ ما ابدا يا حضره الظابط. طيب مالكش اعداء؟ يا سعادة البيه، عدوك إلا بنكارك. طيب في حد من منافسينك كنت شاكك إنه بيكرهك؟ يا حضرة الظابط، يا حضرة الظابط، أنا اتسرقت وعايز حاجتي تيجي دلوقتي حالا. ماليش دعوة بقى بتشكوا في حد ما بتشكوش في حد. أرجوك، أنا عايز حاجتي تيجي، أنا كده اتخرب بيتي. أنا مش عارف أعمل إيه ولا أتصرف إزاي يا وردة. كده أنت، أنا هيحجزوا عليا ومش بعيد أخش السجن. سجن؟ هو أبوك وأمك هيوافقوا يدخلوك السجن؟ انت مش عارف غلطتك عندهم ولا ايه يا فتحي؟ انت عايزاني اروح امد ايدي ليهم تاني؟ تاني وتالت يا اخويا، فلوسهم هي فلوسك. مش فلوس، مش فلوس يا ورده، مش هروح اخد منهم حاجه. لا خلاص يا حبيبي بقى، خش اللومان. جرى ايه يا فتحي؟ جرى ايه يا حبيبي؟ ابنك يا اخويا جاي في السكه. عندك حق. انت عارف انا كنت ناوي على ايه؟ كنت ناوي على ايه يا عينيا؟ كنت ناوي لما تولدي باذن الله اروح للحاج واقول له ان احنا اتجوزنا. تفتكر بقى يا سي فتحي لما تخش على بيت العقاد وتقول له هياخدك بالحضن وامك بهيجه هتفرح وتزغرت؟ طبعا انا متاكد انها هتفرح، بس لازم اخدها في صفي الاول. بأماره ايه بقى؟ ده لما بكره مانا في الشارع امك ما قالتش كلمه كويسه في حقنا ولا حتى حاولت تراجعه في اللي هو عمله. ما انت عارفه الحاج يا ورده، لا ينفع حد يقول له انت بتعمل كده ليه ولا عشان ايه. خلاص يبقى مش هيعمل حساب لامك. لا 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 يمكن. انا متاكد ان ماما هتعرف تقنعه. انت مش عارفه ده حلم حياتها انها تشوف حفيد مني، ومش هي بس، ده الحاج كمان. فمستقبلنا بقى هيتحدد على نوع الطفل اللي انت هتجيبيه. شدي حيلك بقى وهات النواه. واحنا فضل ولا بت دلوقتي؟ احنا في المصيبه اللي انت واقع فيها. بقولك ايه، انت لازم تتصرف باي شكل وتجيب فلوس. القمر ماله؟ عمال ينفخ وينط. اوف اوف، ايه اللي مضايقك يا حبيبي؟ مالك يا فتحي وقاعد لوحدك ليه؟ يعني انت مش عارفه المصيبه اللي انا فيها؟ عليا ديون متلتله بسبب موضوع سرقه المخزن ده، ومش عارفه اسددها ازاي. يا سلام، هو ده اللي مزغزرك كده ومخليك على اخرك؟ وايه يعني يا حبيبي؟ لو على الفلوس مقدور عليها. قول لي يا فتحي، عايز كام يا واد؟ حوالي 120,000. انا مستعد ادفع لك اللي انت عايزه. شفت ما بتهونش على ابوك ازاي؟ اصل كل اللي يهم ابوك سعادتك ومصلحتك وبس يا نور عيني. بس بقى انا ليا شرط عليك. يا اختي شرط واحد؟ انت تشرط وتأمر ورقبته تحت رجلك يا حاج. الله، الشرط ايه يا حاج؟ انك تتجوز. اتجوز؟ ايه اللي اتجوز؟ مالك بتقولها وانت خايف كده؟ ايه انت مش راجل ولا ايه؟ امال ايه البنات اللي انت مقطع معاهم السمك او ديلها دي؟ الموضوع مش كده يا حاج، بس ما يعني ما انا سبق وقلت لكم يا حاج. مش عايز كلام تاني خالص. ده شرط الوحيد وانا قلته. قبلته كان بها، ما قبلتش انت حر. كل بني ادم عقله في راسه يعرف خلاصه. ما يقبلهوش ازاي يا حاج؟ يقبله طبعا. هو انت يعني بتطلب منه ايه؟ كل اللي انت بتطلبه ده يا اخويا عشان خاطر مصلحته. اسمعها منه هو. طيب افرض العروسة ما عجبتنيش. العروسة دي بالذات لازم تعجبك. يعني ايه؟ يعني ايه يا حاج؟ يعني انا لازم اتجوز غصب عني؟ يا ابني انت اصلك ما تعرفش انا محتاج ابو العروسة دي قد ايه. الراجل ده هيفتح لي في شغلي سكك كتير قوي قوي قوي. الله، جرالك ايه يا فتحي؟ مش تشوفها يا ابني الاول وبعدين تقول ولا لا؟ واول ما تقول وتوافق هتلاقي في ايدك شنطه فلوس تسد بيها ديونك
واللي هيفيض هيبقى قده الطقطقين. ها قلت ايه يا حبيبي؟ انا شايفه الكلام اللي بيقول ابوك عين العقل. وبعدها لك يا بهيجه، وانا من امتى بقول كلام ما هوش عين العقل يا اخويا؟ انا قصدي يعني لا قصدك ولا ما قصدكيش، ما تتكلميش خالص، انا بسال لفندي وعايزه هو يرد عليا. ها يا استاذ ما بتردش عليا ليه؟ طيب طب ممكن تدوني بس مهلة افكر؟ مهلة ايه بس يا حبيبي؟ هو انت مش لسه بتقول ان انت مديونه عليك فلوس متلتلة قد كده اهو؟ مالكيش دعوة انت يا بهيجة، انا عايز اسيبه افكر. سيبيه اتفضل. يا استاذ يكفيك مدة قد ايه عشان تفكر؟ يومين. يومين يا حاج. يومين يومين يا فتح اتنين، مفيش غيرهم، بعدها انسى خالص، لأن أنا أصلا